للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء، بعد تحية دعني أبدأ معك من المشروع التكتيكي فجر واحد الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وبحضور أيضا السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أشار إلى ضرورة التوسع في تطبيق نظم ومقلدات المايلز في التدريب. ما الذي يعني هذا الأمر سيادة اللواء؟ مثل هذه التدريبات اللي هي فيها مقلدات وفيها أجهزة المايلز. المايلز دي عبارة عن أجهزة بتساعد في التدريب القوات كما لو كان في عدو حقيقي قدامه، بس بدل ما بيستخدم يعني ممكن جانبين يشتبكوا مع بعض، بس بدل ما يبقى في ذخيرة حية كافات بيستخدم أشعة الليزر فيه أو مع استخدام أجهزة المايلز دي بيبين إن أنا اتصبت بدون طلقة حقيقية، ولكن كأن بالظبط اتضربت سواء كان بطلقة صغيرة أو أي سلاح من أسلحة دبابات أو مدفعية. فدي مقلدات، وهذه الأجهزة بتاع المايلز دي بترفع مستوى القوات لأن كل واحد بيشوف نتيجته على طول، مفيش فيها أي اجتهاد، يعني يا إما أصبت أو ما أصبتش، حققت النتيجة أو ما حققتهاش. فدي ميزة بتخلي المقاتل دائما في درجة استعداد عالية، بيطمن مستواه الحقيقي، بيحسن مستواه، وفي النهاية كل ده بيصب في الكفاءة القتالية للقوات المسلحة ويرفع من مستوى الأداء بتاع الوحدات، تبقى كلها جاهزة الحمد لله على حماية أمننا القومي المصري والعربي. تمام سيادة اللواء، دعني أنتقل بك إلى أمر آخر. القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء افتتحت اليوم 30 منزل بدوي بالمرحلة الأولى من قرية الجوفة النموذجية، يعني هذا المشروع يتضمن إنشاء 100 وحدة. ما الذي يعني هذا الأمر، إنشاء هكذا قرى في وسط سيناء متكاملة الخدمات، قرى على هذا النموذج؟ ما الذي يعني هذا الأمر وأهمية هذا الأمر بالنسبة للمجتمع العمراني في شمال وسط سيناء واستقرار هذا المجتمع بشكل عام؟ النهاردة احنا بنخطو خطوة في منتهى الأهمية. مشكلة كانت دائما في وسط سيناء هي اللي دي بتعاني من الفقر، بتعاني من فقر المائي، بتعاني من الفراغ الديموغرافي أو السكاني، لأن السكان متمركزين يا إما في الشمال شمال سيناء يا إما في الجنوب. الوسط نتيجة إنه ظروف المعيشية فيه وظروف الطبيعة هناك قاسية شوية، يعني أنا كنت بقول إن عربية المياه كانت بتتباع ب 700 جنيه وب 1000 جنيه في منطقة الوسط. النهارده أنا رايح لهؤلاء الناس ببني لهم مباني مجهزة، بعمل لهم يعني نقول الناحية الاجتماعية زي ما أنت شايف، في ملاعب، في مضيافة، في دور مناسبات، في مدارس، هيبقى في نقطة طبية. الناس ديت بتعمل لها في آبار بتتدق، في مزارع نموذجية بتتعمل ليهم، بيستلموا عدد من خلايا النحل ورؤوس الأغنام. إذا هيبقى في مجتمع كامل هنعمر منطقة وسط سيناء اللي كان فيها الفراغ السكاني أو اللي فيها مشكلة الحياة. هو ده اللي هيخلي هيصل شمال سيناء بوسط سيناء، تبقى سيناء كلها كتلة واحدة سكانية واقتصادية. وده أنا شخصيا سعيد جدا بهذا المشروع ونديت بيه كتير جدا، وبتمنى إن شاء الله في المستقبل أن تكون وسط سيناء مركز لصناعات البتروكيما، وخاصة أن الغاز الطبيعي بقى عندنا متوفر تماما من شمال سيناء في البحر المتوسط ومن جنوبها في خليج العقبة خليج العقبة والسويس والبحر الأحمر. كل ده سهل جدا، وأنابيب الغاز بتمر من وسط سيناء. البتروكيماويات هي مستقبل منطقة وسط سيناء، وأتمنى أن المشروع ده يتنفذ بإذن الله. تمام، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا على كل هذه التوضيحات.